أول ما أجيب الدليل رح ألغي هذا العرس، وقت رح شوف إذا رح تضلوا سوا للأبد. عمي شغلات كتير حلوة، عن جد حبيت كتير السيارة. بابا ليش ما نمت لهلأ؟ قلي أنت منيح؟ بنتي أنا متأثر كتير باللي عم يصير. أنا ما عم بقدر صدق إنه اليوم آخر ليلة إلك بهالبيت. بنتي بتمنى ترجعي بنت صغيري مرة تانية. أنا بدي أرجع أمسك أصابع إيديك الصغيرة وعلمك تمشي. أول كلمة أنت قلتيها لما حكيتي هي كانت ماما. ما بتقدر تقولي هي المرة بابا. بابا يمكن أنا ما قلت بابا أول شي من زمان، بس أنت سبب حياتي. أنا مبسوطة هلأ لأنه أنت أبي. وقت وافقت أنه أتزوج كانت مجرد تضحية صغيرة مني، ورح ضحي بحياتي بس كرمال تضلوا مرتاحين بحياتكم. يلا بابا تعال عود. بابا أنا رح بعيد عن هذا البيت بس مو عنك. خلاص بكفي هيك كتير، هلا بقى تخليني ابكي والا عيوني حيتنفخوا ورح يكون شكلي مو حلو ابدا. بابا بكره يوم مهم بالنسبه لنا كلنا، بكره المحامي رح يجيب الاوراق وترجع لنا ملكيه بيتنا. في شغلة مهمة ماني قدران أفهمها. بيتنا سبق وانباع بالمزاد، كيف قدرت تجيب قرار منع البيع؟ قولي يا بنتي. بابا بصراحة قبل ما يخلص المزاد العلني في قاضي وقع لي على هذا القرار، بس ما وصلن الخبر على الوقت، لهذا السبب كملوا المزاد العلني وبعدها خبرت الكل بالموضوع. خلص بابا لا بقى تفكر بشي أبدا. بنتي أنا كان عندي القوة وكنت مستعد حارب كل شي طول ما أنت جنبي. شو رح يصير في هالرجال الكبير إذا بنته الحلوة تركته وراح؟ خلص بقى إياك تقول عن أبي إنه رجال كبير. لحد هذا اليوم أبي لساته لهلأ بطل لعبة الريشة. بنتي خليك دائما متذكرة شغلي وحدي، رح ضل عم أتمنى لك الخير وأمنياتي ما رح تفارقك طول ما أنا عايش. تسلمي لي يا بنتي. هير وفري شوية دموع ليوم وداعك. معقول تخلصي كل دموعك اليوم؟ عمي هو حماتي بدها اياك تحت. يلا هير قلبي حاسسني انه انت عم تبكي مو لانك رح تتركينا، انتي عم تبكي لأنه في سبب أكبر من هيك. حبيبتي هير هالشي واضح. ياسمين انتي بتعرفي كل شي بيخصني. ايه انتي معك حق، ما عم ببكي لأني رح أترك هذا البيت وروح.
في شغلات كتير ببالي، عم ضل اتخيل ناينا وما عم تروح عن بالي. ما بعرف شو هو وضعها وحالتها هلا، بتمنى تكون منيحة. أنا ما عم أقدر أفهم شي، ليش هير لحد هلا ما شافت بطاقة الذاكرة؟ لأنه لو شافت الدليل على موتة ناينا مستحيل إنه تضل ساكتة على هذا الشي. هير خلص حبيبتي لا تفكري. تعرفي هير، بكرة رح يكون يوم عرسك، وبالنسبة لكل بنت يوم العرس هو أكتر يوم مميز وخاص بكل حياتها، ولهذا السبب لا تاكلي هم أي شيء. يلا فرجيني ضحكتك. يي مو معقول كيف نسيت، أنا محضرة رقصة حلوة على عرسك، مالك حابة تشوفيها؟ اسمعي شو بدي أقول، حطيت بطاقة الذاكرة بالدرج، وصليها على التلفزيون، رح تنبسطي كتير وقت تشوفي الرقصة. ها هي البطاقة كيف اجت لهون؟ هالشي غريب كتير، معقول لحد هلأ هير ما قرت الرسالة؟ شوفي هير، شو هاد؟ هي مالها نفسها بطاقة الذاكرة، من وين اجت هالبطاقة؟ شو بدك فيها؟ اسمعيني منيح، رح اوصل موبايلك على مكبر الصوت ماشي؟ هير شكلها حماتي طفت لك موبايلك، وانتي نسيتي ترجعي تشغلي. من وين كان يشتغل هاد؟ وصلت هي الرسالة على موبايل هير من زمان كتير، ليش ما شافت موبايلها؟ هير شغلت موبايلها هلأ، رح أعرف مين هو هذا الشخص ورح أوصل له. جانيل اللي شبك ابني، امورك منيحه؟ شكلك مو مرتاح ابدا. ما في شيء امي، كل القصه تعبانه شوي. طلع بعيوني لا تحكي، ما فيك تخبي علي. انت شو مفكرني ابني؟ مفكر ما بعرف شو عم بتحس؟ انت ما فيك تخبي وجعك عني، انا بعرف شو اللي مضايقك. لا تخاف من كام، هي ما رح تقدر توصل لإلنا لو شو ما صار. نحن رح نمسكها بالأول، وثاق فيني. كأنه هير قرأت الرسالة، عم تدق لنفس الرقم. ليه مانو عم برد؟ أنا بس بدي أعرف مين هذا الشخص. يلا رد. شو فيها هير؟ أنا ما قلت لك إنه اتصل فيني رقم غريب؟ هذا هو. ألو؟ مين أنت؟ يلا قول شو بتعرف عن ناينا؟ رح أبعت لك العنوان، تعي لعندي بكرة على الساعة 11. استنى، ألو، مراسم عرسي على الساعة 12. شو صار هير؟ هو قال لي إنه بيعرف شي عن ناينا. وصلتني رسالة منه، بعت لي العنوان، هو بده إياني قابله بكرة. بكرة؟ بكرة يومي رح يبلش لما هو يموت.
العرس مانو مهم. هير ورجيني. هير بكرة مراسم زواجي، لو سمحتي فكري بالعرس، وبخصوص هذا الرجال أنا رح أروح وشوفه. أنا المسؤول هلأ أني لاقي ناينة. هير وثقي فيني. جيت، أنت لازم تكون بعرسي. بلكي كان في مخاطرة. لا، أنا ما بقدر عرضك للخطر. هير أنا وعدتك من قبل أني رح أضل أحميكي كل حياتي، مو هيك؟ لهيك إذا بتريدي قومي بواجباتك. سمرات؟ انتي شو عم تعملي؟ صار لك ساعة؟ بدي اعمل بطاقة تهنئة وابعتها للآن سهير بمناسبة الزواج، لأنها رح تتزوج عما كولديب وتصير واحدة من عائلتنا. ايه كتير حلو، فكرة حلوة كتير. انا صممتها لحالي وهلأ لازم اطبعها وشوف كيف طلعت، وانتي قلي لي اذا بتعجبك او لا. طبعا يا روحي، اكيد رح تطلع حلوة. حلو، سمرات مبسوطة. شوفي سمرات، صممتيها بطريقة كتير حلوة. منروح؟ ايه يلا يلا. بنتي طالعة حلوة كتير اليوم، بتمنى تعيشي كل حياتك بسعادة. ليش طولت كل هالقد؟ وين كنت؟